بأيلول الماضي تزوجت من الطبيب عبد الله عرباس بعرس بقبرص، اقتصر على المقربين وطلعت من العرس بس صورة واحدة الناس قدرت تشوفها، والليلة رح نشوف الصورة الثانية لقلكم سوا. هيدي نزلت على انستغرام، كمان نزلت على انستغرام. كتير بتحبي انه تخلي هيدي من العرس، هيدي جديدة، هيدي ايه بعد ما حدا شافها، هيدي بعد ما حدا شافها، بس 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 بحديث البلد. إيه بدك تضربها هيك حتى ما حدا ياخذها محل ثاني. كثير بحديث البلد كثير حلوه الصوره. شو بتخبرينا عن الدكتور ارباس؟ وليش بتحبي انه هالقد حياتك الخاصه ضلها خاصه؟ يعني انه حتى صور من العرس ما طلعتي انجا، يعني ليخلي سميه شب. لا شيلوا الصوره، ما بعد ما شلوها، ما بشلوها، بده يضل مضطر كل ما هي الصوره، عرفت؟ خلاص في كبسه عندك؟ ايه سيلانس، هيدا السيلانس هيدا لانه سكتناه هديك الساعه. خلص رح ارجع لك بالحديث وتحكي اللي كان بقلبك تحكي. لا ما بدي اياك، انا ما بدي اياك تتضايقي ولا لا ماني متضايقه ريتا، حسي بدي اقول لك. عم تساليني عن حياتي الخاصه، انا يعني كثير انه بيقولوا بور فيفر اورو فيفون كاشي، وبعتمد هالشيء شوي. عم بايدهم ميشيل، عم بقول حكم انا اليوم عم بايدها، انت ايديا جود ايديا. بقى بفضل حياتي خاصه انا وعبد الله الدله لالي، من هيك حتى طلبت من كل الناس اللي بعرسنا ما يحطوا صور لنا، لا يصوروا اكيد بس ما ينزلوا صور لالي انا وعبد الله. وشاركت صوره انا كثير حبيتها على السوشيال ميديا، وهي ثاني وحده بس لحديث بس البلد. بس حديث البلد. وين بتنتخبوا ريتا؟ براس بيروت. مزبوط، انا صرت من راس بيروت. اها انا هلا صرت رباس. ايه لانه رباس انت بالاساس بالاساس وين دي الاساس؟ هلا على التذكره، لان احنا قلنا نفوسنا بتعرف كيف بتصير. كونجراتوليشن. بعتقد هيدي بعدها، نحن بنصور بس بنفس استوديو للزميل خيار رباط من منا وجر. بعتقد هيدي بعدها من منا وجر، بعدها عم ينزل معلقين فوق، بس داروا المراوح عم ينزل. هيدي مش منا، هيدي وجر. كفريتا من المكحول يعني رباط. ليش خلوا حدا وين نسيتها من وين انفوسها؟ كنا عم نقول انفوسنا من الحدث، حدث بعبده. هلا صارت من عندنا من بيروت. هلا من بيروت. انا قلبي من بيروت. نحن الاشرفيه. اشرفيه. وحضرتك من الشوف. نحن الحمد لله كسبانين. نحن قرايب. انتوا قرايب. طيب شو كان بدك تقول للوزير حصواني لنخلص من هالفرستريشن الليله؟ كنت عم بقول، لا ما عم بقول انه كنا عم نسال انه عم بينزل على الوزاره بعد نص ليل. بعد نص ليل، وانه جبران بسير اللي بيلعب فوتبول الساعه 1 بعد نص ليل، انه اي ساعه بيلحق يعمل او يلعب. ريتا حايك، لمين بتسلمي سرك؟ لرجال او لمرأة؟ لرجال. مثل ميشيل؟ في اسرار بعرفها اكيد. اكيد لا. في اسرار بيعرفها ميشيل؟ لا ما في، في اسرار بعرفها انا بس هي مش هي قالت لي. ما بتعرف انه انا بعرف انه انت بتعرفها صح؟ انت ما بتعرف انه انا بعرفها لانه هو سر. انا مظبوط. ايه يعني مش معقول بده يكون كان مسلمته لمرأة. عندك انت ما بتعرفي انه هو سر لإلك يعني. مظبوط. بده يكون كان مسلمته لمرأة. مسلمته لمرأة. موزعته على شيء ثلاث اربع مدن. تتسلم سر؟ تتسلم سر مشان؟ انا ايه الحمد لله. لا عن جد بتسلم. بس بخليه سر بيني وبين العالم يعني. بس انا بدي احكي شغله بدون اكيد ذكر اسامي. ميشيل التقى بشخص نحن بنعرفه باحد المولات ببيروت، فقال له هذا الشخص بدي اقطعني، فقال له هيدا الشخص امبارح التقيت بفلانه وخبرتني. قال له حش بقى تقول لي التقيت بفلانه، ما معروف انه انت عم تظهر معها، انه حش بقى تقول لي التقيت فيها. قال له عن جد؟ قال له ايه، انت الوحيد اللي ما بتعرف انه كل البلد بيعرف انه انت عم تظهر معها. انا دي صريح أبدا. ما هيك كنت صريح معه. حلوة الصراحة. كنت صريح معه إيه لحتى يغير أدائه. لأنه تصرفه مش رجال. لا ما فينا نقول هيك. إيه. مين بيلت أكثر على الواتساب، الرجال أو المرأة؟ أكيد المرأة. إنه لا بس هيك ما بدنا نجمو. لا بينت هلا كثير انه وانا بضل احكي عن انه هذا مجتمع ذكوري، لا حسب الشخصيه. لا عن جد حسب الشخصيه. بس اجمالا نحن عم نحكي خصوصا بالسياره وبالسواقه، خصوصا بالسياره وبالسواقه. لا ما في اتحمل فويس نوت كثير اطول مثلا من 30 ثانيه. ايه هو عن جد ما حدا يبعت فويس نوت، بسمع اول 3 ثواني هي. الا اذا شغل وحدا عم بياخذ نوت. اكيد. بس غير هيك لا. مين نطناط اكثر، الرجال او المراه؟
كمان حسب الشخصية. إجمالاً. حسب النط وين عم بيكون. حسب عم بيعمل سبور. إجمالاً. هلا حسب عم بيعمل سبور. آه رجال. في سبور بده نط أكثر. ايه هيك انت بتقول ما فيك تعرفي ما فيك هيديك نطنوط هيديك عم تقول عنه الرجال بتبني جوابه في نطنوط بتبني جوابه نطنوط غير النطنوط لمثل وزارة الصحة أكثر للرجال أو لمرة أكيد لغسان حسباني مين